ما هو الركن الثاني من أركان الإيمان؟ نعم، الركن الثاني من أركان الإيمان ما هو؟ نعم، الإيمان. اشرح يا رجل. هلتنياو يا إيمان مسراتو ما نينيونو عندنياو تنقروا ما نينيونو. نعم، الإيمان بالملائكة عليهم السلام. بملائكة واش مامن. كيف نؤمن بالملائكة عليهم السلام؟ بملائكة مامن مالات انديت عرقمنو من قلصو. نؤمن بأنهم عالم غيبي. لنا منو النسو يهونو عالمنا اتشو قيم يكروك هنيا كبتك بأما نقن يتو. يعني لا نراهم. عنا اتشو. ليس معنى هذا أنهم يعلمون الغيب. لا، لا يعلم الغيب إلا الله. عالم الغيب سبال الناس أروقنا كلوا مالت عدلهم كنيك يا إرامنا تشوك هاسات مالت نجي الناس عابوا. ارفع رجليك، لا أحد يمد رجليك. نعم، خلقهم الله من نور. الله كبرهان فطروا تشوال. يطيعون الله ولا يعصونه. الله أن يقزلوا هاي ونجلوا. لهم أرواح. روح لا تشو. روح القدس الدليل. أجساد. أروح نتو يا هنا أروح على تشو أكل على تشو. لهم أجساد. للنسو أكل على تشو. لهم عقول. للنسو أمر على تشو. لهم قلوب. للنسو لبنا أمر على تشو. حتى إذا فزع عن قلوبهم. ما سجى. يعني زال عنهم الخوف. النسو كلبات شفراتو سيوجد يا لو ما سجى. نؤمن بكل الملائكة عليهم السلام. بملائكة بتقلو بملا ملائكة وشنا من الله. وبمعلمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم. الله سمعت شون ترتو بنجر أن الملائكة وشنا من الله. كجبريل. جبريل نمسل. وميكائيل. ميكائيل نمسل. وإسرافيل. إسرائيل نمسل عليهم السلام. بالنس لي الله سبحانه وتعالى سلام اسفن الباكر. وبمعلمنا الله سبحانه وتعالى من أعمالهم كجبريل عليه السلام موكل بالوحي. ياندان داتشو يسرى درشات شونم جبلني نمسل بوحي اندي أورد بنباياتو شلاي بتوكلو. شيل هذا الجوال، قرب علينا. وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من صفاتهم. ينس البهريات وجه الله ينقرنن انديها ولنا منه. مثل لا يعصون الله ما أمرهم. اللهان عيوان الجلوم كاذا ذاتو بمقاس يا ذاتهم. والأخبار التي جاءت عنهم. سلا الناس ومتعونه الله ورئينا من الله. هذا الإيمان بالملائكة عليهم السلام. بملائكة ما من مالتهين يكتت. مرة أخرى. ليلة دمو. عالم غيبي. عالم ناتشو هنيا يراقوهم. خلقهم الله من نور. كبرهان يفتراتشوهم. يطيعون الله ولا يعصونه. أواني متاززوا يما أمتو. لهم أرواح. روحي ألاتشو. وأجساد. أكال يالله وعقول أمره يالله وقلوب لبونا يالله نؤمن بهم بالنسونا من اللان وبمعلمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم سمعت شونا الله ذرذروين أجرنا وصفاتهم بهاريات شونا وأعمالهم سراد رسلات شونا والأخبار التي جاءت عنهم سلنسوا متاونا باتك عليه.